يعود رياض للتشكيلة الرئيسية، يعود للتشكيلة الأساسية للثعالب النجم العربي الجزائري رياض محرز، هيلعب على اليمين في المباراة طبعا، وسيلعب فريق وسيلعب دي ماري جري على الجانب الأيسر. أدي أمامنا الحكم ليميسون حكم هذه المباراة، وقرعة ضربة بداية الشوط الأول من هذه المباراة ما بين ويس مورغان وجاك رايت. مباراة بكل تأكيد تعد بالكثير من المتعة والإثارة، وهي أول لقاءات الدور الخامس من هذه البطولة، دور ال 16 من هذه البطولة، البطولة الأقدم لجيمي باردي. هذه الانطلاقة والمحاولة والفرصة لفريق شيفيلد يونايتد، والتسديدة ترتد من قدم ويس مورغان إلى ركنية. هذه التهديد الأول يأتي الآن من طبعا هي النسخة رقم 137، لأن البطولة لم تقام في أوقات الحروب. هذه رياض محرز وتمريرة تبعد من جانب مدافع شيفيلد يونايتد، تعود إلى هيناتشو اللي بيلعب كرة خارج الملعب. هيناتشو بيلعب كرة خارج الملعب، النجم السابق طبعا كيليتشي هيناتشو النجم النيجيري، اللاعب السابق لفريق مانشستر سيتي لشيفيلد يونايتد، المنظم جدا حتى الآن في أول 9 دقائق. ودي تسديدة، لكن كاسبر شمايكل على القائم القريب يمسك على طول بسبب كاسبر شمايكل. أبقى ماجواير، كرة مخطوفة من جانب النادي، يلعب كرة بالأمام، تسديدة من جيمي فاردي، مرت إلى ركنية، مرت إلى ركنية. جيمي فاردي يظهر الآن في هذه اللقطات ويسدد قصير. هتخد مع دي ماري جري يا ولد، مر بمهارة دي ماري جري، يلعب كرة عرضية تبعد إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. عمل اللقب طبعا يعني ودع هذه البطولة مبكرا. انطلاقة تأتي من جانب دي ماري جري، ودي جيمي فاردي، جيمي فاردي، جيمي فاردي، مش ممكن، مش ممكن يا جيمي، جيمي فاردي، تسديدة ولا أروع من جانب جيمي فاردي، وكأن القائم الأيسر لمرمى الحارس جمال بلاكمان. تحقق الدرجات المختلفة للدوريات المختلفة للبريمير ليج بمليون جنيه استرليني. الهدف الأول يأتي الآن، لا تمريرة من جانب جيمي فاردي، والفرصة الآن لتشيلويل، يلعب كرة عرضية وصلت سهلة إلى حارس المرمى. مش ممكن، مش ممكن، كان فرصة لتسجيل أول أهداف المباراة، لكن فضل جيمي فاردي التمرير. جيمي فاردي كان رياض محرز اللي كان بديل في هذه المباراة، وهذه كرة خطيرة مرت من أمام بيسنتي بورا إلى جمال بلاكمان، مرت من أمام بيسنتي بورا إلى جدي. ركلة حرة لشيفيلد يونايتد، ملعوبة عالية وطويلة، مرت لمسها كاسبر شمايكل وأخرجها إلى ركلة ركنية. يقول ليميسون ركنية، ليميسون بلدوك، بلدوك على اليمين يلعب كرة عرضية، مرت تبعت، تعود خطيرة، جول، مش ممكن، مش ممكن يا هاري، هاري ماجواير يا ولد، يا ولد يا هاري، يمنع ويلسون من التسجيل في مرمى فريق ليستر سيتي. الفرصة الأخطر لفريق شيفيلد يونايتد تسنح الآن محرز من جديد. رياض، 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 والكرة تبعد من الدفاع وتعود سهلة إلى بلاكمان، عادة سهلة إلى بلاكمان. ناتشو يعني لم يستلم بالشكل الجيد، لم يستلم، ويقدم مردود رائع جدا بالفعل. فراد يأتي الآن والفرصة للهدف الأول، وبلاكمان من جديد، بلاكمان من جديد يظهر أمام جيمي فاردي ويمنعه من التسجيل، يمنعه من تسجيل الهدف الأول في هذه المباراة. جيمي فاردي يخفق من براعة، وأصبح واحد على واحد مع جورج بالدوك، يلعب كرة عرضية خطيرة، واللمسة من دي ماري جري مرت إلى ركلة مرمى. عرضية مميزة من جانب اللاعب بين تشيلويل ودي ماري، لكن مرر لرياض. هتخد فرصة، 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 والتمريرة من جانب جيمي فاردي لم تمر. جيمي فاردي، لكن رياض عندما استلم رياض، محاولة من جانب دي ماري جري من جديد لويلفريد ديدينج، سدد تسديدة بعيدة يا ديدي، تسديدة بعيدة مرت خارج المرمى. جيمي فاردي في الأمام، انطلق، اخترق جيمي فاردي، يلعب كرة عرضية، هيكون في 8 فرق. دي ماري جري يلعب كرة على طول في حارس المرمى. جمال بلاكمان طويل القامة، 1.99 متر، تمريرة لرياض محرز اللي يدخل الآن منطقة الجزاء. رياض محرز، ركلة مرمى، ركلة مرمى، ارتدت الكرة ولمست رياض محرز ومرت إلى ركلة مرمى لصالح فريق شيفيلد يونايتد. رياض، رياض يلعب كرة عرضية، وفاردي، جول،
سيتي. جيمي فاردي يفض الاشتباك الان في هذه المباراة ويسجل اول اهداف ليستر سيتي. جيمي فاردي الهداف القناص يعود بجديد ويظهر ويسجل في هذه المباراة. جيمي فاردي يسجل اول اهداف ليستر سيتي في هذه المباراة بضربة رأس رائعة جدا من الجهة اليسرى. دي ماري جري راوغ فرصة يتصدى الكرة في منطقة الخطورة. لاكما يعني 7 اهداف صنعهم في البريمير ليج. بياتي من اند ستيفنز اللي بيلعب كرة بالعرض خطيرة مرود جول. يا ولد يا شمايكل انقاذ رائع من الحارس ابن الحارس كاسبر شمايكل. تصدي في منتهى الروعة من جانب كاسبر شمايكل يمنع الان يغيب جيمي فاردي لكنه يعود. وادي رياض محرز راسي متسلل رياض محرز. مباريات طلقها تحرك ياتي الان من جانب جيمي فاردي اللي بيلعب كره بالعرض. توبعه دي لأ.